سمايك صافي ومي الماء راح من الوالدين وصوت ما داش المسؤولين تمشي انا ليه ما هذا نغني لا انا ما نعرف قد تم تاع السنيت باش المسؤولين وان خشات تيغان غير هو غير تشا رقم الشارع شارع كسن وزق الزونر في السنة في السنة قوات تبور في السنة باش تخدم في السنين قال لك الشريعة تعطوني في الميزانية اش من الميزانية الشريعة عطاتكم ميزانية كليتو ومشات تهضر على حقي وعندي البنت مريضة اسرع 22 مليون والله يرحم الواجب لما نقول سميتو هو عاوني ب 13 مليون وبقيت انا بالجوع مخير انا فتحوا ما عاوني دابا يجيو هذاك وهذاك حطوا لي التراب عند الباب والبداره والغبره الحساسيه والاخر هذيك الدنيا هانيه هاك الشيء تقاعد دابا تيقول لك هاك الشيء عطيتي الميزانيه كيفاش الشيء عطيتك الميزانيه الميزانيه كليتوها بالمعقول كليتو الميزانيه هذه الحومه خصها تصاوب والقدر خصو يدها دابا لا تيقول لك انا غندير لك انا الزرع شنو غندير انا بالزرع ولا باللف خصها القدر يدها هاد البلاصة خصها القدرون يدا وهادو المسؤولين اللي جاو خصهم يجيو يتعاقبوا حتى هما هادو المسؤولين ديال هاد البلاصة لاقاش ما خدموش معانا نيشان وتنقول وتنغوت وعندي البنت مريضة وقعت لها شي حاجة يتحملوا المسؤولية المسؤولين اللي خدامين في هاد البلاصة وتنقولها ليكم وحلوا ودنيكم مزيان ما تهضر حتى شي واحد ومن غدا خص نلقى هنايا اللي تيصوب الطريق بالقدرون تاعو هو هاد الحال اللي ما عنده هاد الحال يدخلوا لهاد الحال خيط عليه ما فيهاش الدار تكون عندها هاد الحال وهاد المسؤولين خصو تحاكموهم محوك المعقول ريبونا السيرة ترجعونا النص السيرة تا هما السيرة تا هما هدموهم تردعونا جوج متر ديال البيتو باش ياكلوا البيتون يقولوا خسرنا الميزانية الميزانية فاش شاتوا من البيتو البيتو ماشي ميزانية كيديروا البيتون فوق التراب وهذاك البيتون غايولي كيتراب كيخسر يا عمري الحجر يجيب شويه ديال البيتون البارا ديال البيتون حتى فوق السيره هاني فوق البيتون غدا يمشي واحد المسؤولين الكبار شنو غايقول لهم؟ يقول لهم واه خلصتو قدرنا لهم ها قداني خرجت الميزانيه فين مشات الميزانيه؟ صافي شكرا السلام عليكم الاسم اسم خير ان شاء الله الاسم اسدي الله بخير هنا كنطلبوا من المارشيكا والمسؤولين المارشيكا الله يجزيهم بخير يسمعوا للساكنه الساكنه راه كتغوت هذا السيد اللي كيغوت دابا عنده المراه ديال بنته مريضه خسر عليها شي 22 مليون شي 22 مليون اللي خسر عليها وعاونته الصحه تقريبا شي 13 مليون وعاونوا السكان دابا يعني خلاو يعني واحد العدد ديال الرمله هنايا ديال التراب يعني الدار ديالو عامره بالبروبو وعندنا حنايا هاد الشارع يعني باش غادي يكون داروا له غدرون يعني قالوا كاس ديال دابا غادي داروا له داروا البيتون والبيتون كيديروه بلا الحديد بلا الشبكات الحديد انا كمقاول يعني كنعرف هذا القانون هذا كله يعني باش ما داروا لا تفنى كيديروا البيتون على تراب فهمتي ولا وما كيديروش الشبكات الحديد وحنا هاد الطريق هذا ممكن تنضرب تنضرب قدرون ممكن تطلع القدرون ونتهناو منه ونعنيو القادوس ديال ديال الماء خصنا يكون القادوس كما تندار في القرقع كامله القادوس ديال الماء تندار كل جهه تندار لها القادوس ديالها باش النهار اللي غنبغيو ندخلو اي قطعه ما تبناتش الماء ما نبقاوش نهرسو على الطريق ما نبقاوش نديرو حنا الخدمه ديالنا حنا دايرين معروفه يعني تما ديال حنا ديال المغرب يعني فوق ما درنا واحد متر ديال القدرون قبل ما يكمل شهر ونص نهرسو عاوتاني نهرسو في واحد القادوس هرسو تما راه نسينا واحد القادوس هرسو تما راه نسينا تما الفاس هادشي بغينا نتحداو حنايا نفوتوه باش الدوله كتعطينا باش تصاوبنا الاحياء ديالنا ولكن خصنا نوقفوا عليهم ندير درنا واحد الحاجه ما نرجعوش مورانا ما الا درنا واحد الحاجه ما نرجعوش مورانا نقول له علاش ما درنا البارح داك الشيء لهذا كندي هذه الرساله للمسؤولين ديال المارشيكا الله يجزيكم بخير حنايا راه هذا الشيء كنسهروا عليه ليلا ونهار حنا الجمعيات كنوقفوا على الطريقه مصلحه ديال الساكنه حنا كنوقفوا وقفات لله وقفات لله اللي كنوقفوا بدون مقابل وان مقابلنا عند الله رب العالمين ان شاء الله سبحانه وتعالى فهمتي ولانما لان كان حنا كنكون كنمشيو لعند مارشيكا وكيسيفتنا المسؤولين المسؤولين وكتما يعني بالطاعات نشروا يعني هو زهير كيقول انا غندير حنا كنمشيو له سير كيمشي حتى واشغل ديالو هادشي المسؤول يعني مارشيكا خص تعرف هادشي هذا يعني اللي مكلفات هنا 12 اللي كلفات هنايا ما كيقضي مصالح واخا يقول انا غدا غندير وما يديرش المسؤولين ديال مارتشيكا كيقولوا له دير ها شنو غدير شنو غدير ولكن هو كي يعني مرخينا حنا دابا ما عرفوا فاش غتكمل هذه الخدمه هذه الناس معمرين ديورهم بالتراب معمرين وشي ما شفناه شي ما كاين يعني لا دابا الا غيديروا البيتون هنا خص ضروري يديروا لها الشبكه الحديد قال لك لا ما عندناش حنا الشبكه الحديد حنا قلنا لهم ديروا القدرون قال لك لا ما نديروش القدرون قلنا لهم ديروا الشبكه الحديد فوق البيتون قال لك لا ما نديروش يعني هما كيديروا ما بغاو
اما السكينه هي غير كاين عيني ضحيه. كيترتق كيترتق. مازال مسؤولين قانيها قايمين غادي يفون شتينا نقل البيتون وهاني نجيني جداني تاتير. العمليه اللي سكيت. ما عاونيش جنداني. قول لي عاون السيد ربي حسن اللي غاعاونش بنادم باش نعرف من غادي ديال المسؤولين. افتح ربي اش. اهلا السلام عليكم. جوج فاطمه كرئيسه الجمعيه مستقبل الخير للمراه والطفل. وكنشكر الريف ديالنا، كنشكر الصحفي ديالنا اللي راه دائما واقف معنا ودائما كيشوف. حنا خوتي كنهضروا على هذا الواد اللي دائما الدراري كيتلاحوا لنا فيه وهو كله خانز، وهذا الشيء ما كتشوفوا هذا الشيء. هذا الواد والطريق ما عندناش، وكنطلبوا من المسؤولين باش يصاوبوا لنا هذا الطريق ويصلحوا لنا هذا الشيء. سامحين فينا ما بغاوش. اللي كنمشيو عندهم كيقول لك واخا 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 واخا، حتى اللي كيسمحوا. شوف فين رامينا الترب، فين رامينا وكل شيء. السكينه كتبكي وكل شيء، الدعوه مرونه. ما عرفتش لمن غادي نردها لكم. لا يرثى ليها ولا يني هذا الواد. انا كنطلب منكم وكنطلب من المسؤولين يصاوبوا لنا يسقفوا لنا هذا الواد اللي راه كيطيحوا لنا فيه ولادنا. ماشي طوموبيل، ماشي جوج اللي طيحوا لنا في الطوموبيل. صور شوف المشيو، شوف الكلاب. يسقفوا لنا هذا الواد اللي كيطيحوا لنا فيه ولادنا، وهذا الطريق اللي ضيق من هنا. كنطلب من المسؤولين يصاوبوا لنا هذا الشيء. كنطلب من المسؤولين يشوفوا لحالتنا. هذا الترقع اللي مهمشه اللي ما صوبوا فيها حتى شي حاجه. وهو واحد الرئيس الجمعيه معكم محابي يزوم رئيس معيان التقوى الدمية. هنا ننادي يعني باسم يعني التقوى الدمية ننادي مارشيكا والمسؤولين مارشيكا يعني جزاهم الله خير. رجاء قيد ديال المقاطعة الرابعة الله يجزي بخير. دار الطلب ديالنا وشافنا يعني ما هو المعلومات اللي حنا كنطالبوا. حنا كنطلبوا هذا الوادي باش غادي يتثقف جزاهم الله خيرا، وغادي يكملوا الخير ديالهم. داروا الخير يكملوا عليه يعني باذن ديال الملك ديالنا الله ينصرو، اللي هو يعني وقف على هذه الشهاده وسهر على المواطنين باش ينفع المواطن. الله ينصرو ويخليه لينا ويحفظه ويحفظه ويحفظ ولي العهد ديالو وجميع الاسره العلويه. يعني بغينا حتى يعني هذا التقف هذا الولاي التقف هذا باش غادي يمشيو يعني هذا الطريق كيتلاقى مع الطريق الاخر لهيه، حيت هذيك راه اللي كتبان لكم قدامكم الشجره هذيك راه القطره كيتحيد ذاك الطريق كيتلاقى الطريق مع الطريق. لان ما فين كيدوزو دابا هنا الناس هنايا كيدوزو الا في القطعه ديال الناس كيدوزو غير في القطعه ديال الناس هنايا. انا نوريها لكم، نوريكم تما فين كيدوزو دابا المواطنين. ما تخدموش نيشو غنديرو تغطيه على هذيك الحومه اللي هي هذا. المواطنين دابا كيدوزوا الله يجزيكم بخير. هذه هي قطعه ديال الارضيه ديال الناس، يعني الا تبنى بنات هذه القطعه الارضيه هاد الناس ما عندهم فيه غيبرك عليهم الطريق. يعني كان زمان، يعني كان زمان غنشوف دابا حنا عندنا الحمد لله حنا في القرى ماشي كل نهار الواد، يعني السكان كيدوزوا في الواد كيدوزوا في الواد، ولكن دابا ملي تبنى الواد تحل الواد على السكان فين ما عندهم فيه غادي يزيلوا. اذا دابا اش غادي يرجع الطريق اللي كما كان كيترجع فوق الواد، كيسقفوا الواد باش يرجع الطريق اللي كان في الاولى. وجزاكم الله خيرا. وهذا الشيء اللي كنتمنى المسؤولين المارشيكا يقدروا الظروف ديال هاد السكان راهم ضاعوا ونعني وبقاو نعني محتاجين من الطرق. والله ينصروا سيدنا والله يعاون سيدنا والله يواليه يعني تما يعاونوا بالسلطه ديالو ويعاونوا بالقوه ديالو ويخليه لنا ان شاء الله عشاء الملك. انا فاعل جمعوي. كنا درنا واحد الطلب درنا فيه العريضه ديال السكان، مجموعه ديال السكان سينا التوقيعات ديالهم باش نطيحوا هذا الحيط اللي كيشكل خط اللي كيشكل حاجز امام الماره، اللي كيشكل حاجز امام الماره لا بالنسبه للسياره لا بالنسبه للماره، كما يشكل مطرح النفايات. وحنايا استدعينا القائد، الطلب ديالنا القائد الجماعه الحضاريه المقاطعه الرابعه قال لنا بالله غادي يجي يتفاهم مع هذا السيد، ولكن خصو يحضر هو الاول باش يشوف الملكيه واش هذا الحيط عنده في الملكيه ولا لا. هذا الشيء اللي كان. شكرا. سعيد قال لك تما وسما ما بغيتيش ديرو، راه ما دير تما حتى سنتيم بالقدره حتى دير لك القدوس. فكرها انت وكما بغيت. لان ما نمشيش ذاك الروكار اللي بل علينا الطريق قدونا الله يخليك صرفنا الطريق الله يسهل عليك. مفهوم؟ وهاد الطرب هاد الطرب هادي الله يستر عليك. حنا راه فين ما مشي دابا الديور ديالنا عامرين غير بالغبره. الطرب اللي ما تحتاجوش الطريق حيدوه هزوه.
صافي معنا وبين. ما بقاتلناش دابا حنا في هاد الشهر، خليه حنا كندوزو فيه عام في هاد الخدعة، من كنا حنا جالسين في المكتب شنو قالوا لنا؟ قال لك غادي يطلع بالزفت، دابا قال لك ما قلناش، حنا غادي نخليوها هكا هكا وتبقى واقفة. واش هذا اللي غادي تقرا؟ واش هذا اللي غادي لا أكمل كمل الهضره. ملي كنا سيعدي وكان تاو كان قلتوا لنا ديرها كاينه واحد الزنقه راه ما طلعش بزاف ديرها بزاف كنا نشوفوها. واه هذه لا 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 اكثر من هادو وعاينين اخويا عادي كان يطلع عدل بالناموس دير بالناموس ما طلعش على هذا اقسم بالله العظيم الا طلع اكثر من الا شي نوصلوها والله الا كنلقاو اكثر من هذا الله يخليكم من عيني خصنا نكونوا صريحين الله يرضي عليكم راه الطريق اللي داز عدل بالناموس راه طلع على هذا وبأفضل نداروا القدرون هلا يعني خصنا نعرفوا الواقع شويه ديال هذا يدوز عليه حتى يتهرس يقول لك عوم بحرك هو لا لا اولا بعد يا شيخه هذه المهنه ديالي البيطون عنده واحد القانون كيموت يا ولد راه باغيين الزفت ولا يخليها يعني غبلتي يعني ما داروش الزفت ما داروش الزفت يديروا لك الفضاج بعدا باللوم اما البيطون عنده من 10 سنين الفوق كيموت حنا غادي نعرفوا من 10 سنين الفوق كيموت وكل متر ديال البيطون كيدي 12 كرم وركدوا ديالي باش ما يموتش لان هذه مع المهنه ديالي انايا كل متر ديال البيطون كيدي 12 شكاره ونص والبوربو اللي خليني نهضر لك خليك والبوردو اللي البوربو اللي كتلقي الشمس الحراره ديال الشمس باش غادي يوضرك البيطون ما كاينش ديك البوربو اللي كيضرب على حراره الشمس عنده 10 سنين كيولي بحال الطراب كتزق هذيك هذيك عاليه هذيك عاليه وكيعلي هذه على هذاك اللي من هنا اللي من مورنا عين لا لا انا عني شفت هذا حنا دابا حنا الحمد لله حنا سيرينا في المغرب حتى عينا يعني غير تما تيزيد الغمت وعين تيجي وسلين يعني كاع غير ما مشوش بعيد غير العذبه اللي راه هنا في درب الناموس فين تبان هذه فين راه كتطلع في درب الناموس بريميان والله ادي دي بريميان تطلع ترجم من فاطمه وراه هنا نطلع دروسيا واحده نطلع دروسيا طلع فيها يعني علاش بنادم دابا الشركه غدير واحد بنادم تحيه تحتيه ديروا اصيليه ديال القانون ديروا يعني حنا ما نرجعوش موراها نقول لها راه دارت لنا وراه غشات لنا ولا راه حنا بغيناش ندير لك شيء حنا بغينا واحد الحاجه نخليوها لولاد ولادنا كل غادا ومن راه جات مع القايد ديالي.